غريب قوي الموضوع ده، الواحد بقاله يجي ساعتين شغال على المسمار، المسمار مش راضي يتحرك مكانه، مع ان الشاكوش ممتاز اهو. ولا كنش لازم الشاكوش ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا اهلا بكم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيد يا حبيبي، ما بقاش عيد ليه؟ الحمد لله رب العالمين، مساجدنا ترجع لنا تاني، نرجع بيوت ربنا نركع ونسجد وندعي بإذن الله. لا اوعى تقول لي ان انت لسه ناوي الكس وان المساجد هترجع بس هترجع فاضية. لا 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 لا, لا, لا ما تقولش كده. انا واثق فيك، انا واثق فيك ان انت من دلوقتي هتبقى فهمت الرسالة بقى، وكل صلاة في مساجدنا بإذن الله هتبقى زي صلاة الجمعة. طب خد الهداية دي في صلاة الجماعة وانت ان شاء الله مش هتبطلها تاني ابدا. واحد من علماء المسلمين الصالحين عمره ما كان بيسيب صلاة الجماعة ابدا، وفي يوم من الايام جاله ضيف والضيف ده اخره على صلاه العشاء. الراجل ما خدش باله لغايه ما وقت العشاء انقضى، ولما الضيف مشي طلع يجري يدور على اي مسجد يكون مفتوح انه يصلي فيه، لقى كل المساجد خلصت الجماعات. بيحكي انه قاعد يعدي على مسجد في المدينه كله خلص الجماعه، يرجع بيته يفكر ويقول اعمل ايه عشان اخد نفس الثواب العظيم اللي كنت باخده في صلاه الجماعه وانا هصلي لوحدي، فيقرر يصلي صلاه العشاء 27 مره. احنا كلنا عارفين بقى ان صلاه الجماعه خير من صلاه الفرد 27 مره. 27 صلاة عشاء، انت متخيل يا من؟ انت متخيل؟ يلا بينا هوبا نعمل حاجات منتل في دماغنا، يضرب 27 في 4 108. عيب عليك ما ترجعش ورايا. 108 ركعة عشان يحصل نفس الاجر اللي كان هيحصله في 4 ركعات في المسجد. لكن انت فاكر القصة انتهت على كده؟ لا يا حبيبي، الراجل ده نام فشاف في المنام انه في سبق مع ناس وكلهم راكبين خيل، وانه ماسك الخيل بتاعه ده ونازل يخبط فيه عشان يلحق الناس اللي سبقها قدام. فواحد من الناس اللي سبقها بص وقال له انت مش عرف تلحقنا مهما عملت، لاننا صلينا العشاء في جماعه وانت صليتها منفرد حتى لو صليتها 27 مره. وقالوا لو فرضنا ان انت خدت نفس الاجر بصلاتك لل108 ركعه دول، من اين لك بتامين الملائكه؟ ايه بقى تامين الملائكه ده؟ اسمع الحديث ده وصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فملائكة المسجد اللي معاك جوه المسجد اول ما الامام بيقول ولا الضالين بيقولوا امين، فلو قلت معاهم في نفس الوقت يغفر لك ما تقدم من ذنبه. لا والله العظيم دي حاجة ما تتفوتش. شوف اجر الصلاة قد ايه، وفوقيه كمان مغفرة لذنبك. فنشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ونحمده، نرجع لمساجدنا ونملاها خير ودعاء وقرآن وصلاة، ونتغير فربنا يغير حالنا ويوفقنا مش بس كأفراد ولكن كأمة. والله يا عم، يعني انت ممكن صلاتك انت في المسجد بإذن الله تغير الأمة. إلى هنا أيها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحة الفيسبوك، وسبسكرايب على اليوتيوب. ولو حابب تدعمني على باتريون هحط لك لينك الدعم في أول كومنت على الفيسبوك أو الكومنت على اليوتيوب وفي الديسكريبشن على اليوتيوب، وشير في الخير والدال على الخير كفاعله. أنا بحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7 طلع لي كل الفيديوهات، وكان معكم أمير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.